السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة لسلسلة شرح العناصر الإنشائية على الكود الأمريكي. في هذه الحلقة سوف نصلح تصميم الكوابيل القصيرة أو الكوربرز على الكود الأمريكي. إذا ممكن سوف نأخذ في هذه الحلقة ثلاث نقاط رئيسية وهي كما بالترتيب كما يلي. إذا أولا سنرى بعض تطبيقات استخدام الكوابيل القصيرة. إذا ممكن في المجال العملي بعض استخدامات إذا الكوابيل القصيرة والكوربرز. ثاني نقطة سوف نرى بعض التجارب المعملية لشكل الشروخ على حمض الانهيار حتى نفهم تصرف الكوربلز إذا على الأحمال الرأسية. وثالث نقطة سوف نشرح طريقة تصميم الكوابيل حسب الكود الأمريكي. إذا نبدأ بأول نقطة وهي تطبيقات استخدام الكوابيل القصيرة. إذا ممكن من أشهر استخدامات الكوابيل القصيرة وهي في البناء المسبق الصنع، حيث أن الكوابيل القصيرة تكون مصبوبة مع الأعمدة في الغالب، ثم تأتي الكاميرات لتركب فوق الكوابيل. إذا وهكذا تأتي أيضا البلاطات إذا فوق الكاميرات، وثم يتم صب طبقة إذا من الخرسانة حتى يكون الوصل بين إذا كل هذه العناصر. هنالك إذا مجال ثاني الآن إذا وهو الهياكل المعدنية أو الهنجرات الصناعية. إذا حيث بدأت الآن التوجه إلى استخدام الأعمدة الخرسانية بدل الأعمدة المعدنية، وهذا لمقاومتها الجيدة للأحمال الجانبية. إذا تكون إذا ممكن الهنجرات أيضا ممكن أن تكون من الأعمدة الخرسانية مزودة بكوابيل، السقف يكون سقف عادي من الكاميرات المعدنية. إذا الكوابيل تكون وظيفتها وهي إذا تتوضع عليها الكاميرات المعدنية التي تكون فوقها الكرين. إذا الكرين ستتوضع هنا أولا الكاميرا المعدنية وبعدها الكرين ستتوضع فوق الكاميرات المعدنية. إذا الكوابيل هنا وظيفتها هي حمل إذا الكاميرات التي تتوضع عليها الكرينز. إذا ممكن هذه هما تطبيقين. هناك بعض التطبيقات الأخرى ممكن أيضا للكوابيل، مثال إذا تحويل ككاميرا تحويلية، ممكن أن تعمل أيضا ككاميرا تحميلية، ولكن الفكرة هي نفسها. إذا ننتقل إلى النقطة الثانية وهي سنلاحظ بعض التجارب المعملية التي إذا أجريت على الكوابيل لفهم شكل الشروخ. إذا الورقة البحثية الأولى، الورقة البحثية الأولى هي من جامعة إذا هي من جامعة بابل في العراق. إذا الورقة البحثية إذا فكرتها أننا نعمل إذا عمود خرساني مزود بكوربل أو كابولي قصير. إذا نثبت إذا العمود، ثم إذا بواسطة جيكين هيدروليك جيكين إذا سوف نعمل تحميل على الكوربل. إذا فكرة هذه إذا التجارب أننا سوف نلاحظ تأثير إذا بعد الشير فورس، إذا بعد هذه الشير فورس علاقتها مع شكل الشروخ. إذا في كل مرة كما نلاحظ هنا بالشكل الأزرق تكون أن سبان شير على الدي اللي هو عمق الكوربل هي 0.37، ثم نلاحظ بشير سبان شير على الدي 0.74. إذا هذه هي فكرة التجارب. ثم في الأخير سوف نقارن إذا ممكن شكل الشروح حسب الشير سبان. إذا كما نلاحظ هنا في كل مرة إذا نعمل تجارب ثم نلاحظ شكل الشروح، وإذا نلاحظ إذا تأثير إذا بعد الحمل إذا على شكل الشروخ. إذا هناك ورقة إذا بحثية أخرى إذا في نفس الاتجاه. إذا كما نلاحظ هنا أنه كلما اقترب الحمل أو الشير سبان من العمود تكون الشروخ أقرب إليها عمودية، وكلما ابتعد الشير سبان تكون الشروخ تكون إذا مائلة ومركزة في نهاية الكوربلز. إذا هذه الورقتين البحثية الأولى. الورقة البحثية الثالثة أيضا هنالك إذا بحوث إذا تعمل علاقة ما بين الشير وإذا عمق الكوربلز إذا مع العمود وعمق الكوربل الثاني هنا إذا دي واحد ودي اثنين. إذا في كل مرة نعمل إذا كما نلاحظ هنا دي واحد ودي اثنين مختلفة ونلاحظ شكل الشروخ. إذا في النهاية إذا ممكن أنه مجموع كل هذه التجارب إذا أو ملخص هذه التجارب سمحت للباحثين إلى فهم سلوك الكوربلز عند التحليل، ومكنت من صياغة طريقة إذا لتصميم أبعاد الكوربلز، وأيضا وضع شكل التسليح المناسب لمقاومة الشروخ.
هنا سننتقل إلى النقطة الثالثة وهي طريقة تصميم الكوربلز حسب الكود الأمريكي. إذا في الكود الأمريكي ممكن شرح الكوربلز في الشابتر، إذا ممكن نجده في الـ ACA 318 ممكن في الشابتر 11، إذا في الشابتر 11 هنا الشابتر 11 شير أند تورشن. إذا في الشابتر 11 في الفقرة الثامنة سوف نجد إذا شرح تصميم الكوابيل القصيرة، وأيضا هنالك أيضا البي سي آي 318 أو البي سي آي نوت 318، هنا أيضا هنالك شرح للكود الأمريكي مع بعض الأمثلة. إذا قبل أن ننطلق في شرح الكوابيل حسب الكود الأمريكي يجب أن ننوه أن هنالك في طريقتين لتصميم الكوابيل، وهي مذكورة أيضا هنا في البي سي آي نوت أي سي آي 318 مذكورة في الشابتر 15.1. إذن هنا في الشابتر 15.1 إذن سنجد تصميم إذن الكوابيل. إذن تصميم الكوابيل يكون عبر طريقتين، إذن الطريقة الأولى اللي هي طريقة الشير ترانسفر سترينث التي سنشرحها إذن في هذه الحلقة، وشرط هذا الطريقة أنه يجب أن يكون الشير سبان A على D عمق الكابولي أو عمق الكوربل يكون أقل من 1. أما إذا كان الشير سبان على عمقه يكون أكبر من 1 حتى من 1 حتى إلى 2، هنا يقولنا في الفقرة هذه يقولنا أن يجب أن نذهب إلى الأبندكس A، الأبندكس أو ملحق الكود الأمريكي A. إذا لو نذهب إلى الكود الأمريكي ملحق الكود الأمريكي ألف، إذا هنا الأبندكس A، إذا يجب أن نصمم الكابولي بطريقة ستراد أند تاي بيم. إذا أنا كنت لخصتها هنا أيضا على شيء الإكسل. إذا كان الـ A على D، أي الشير سبان على عمق الكابولي محصور بين الواحد والاثنين، إذا هنا سنذهب إلى طريقة ستراد أند تاي ميثود. وإذا كان إذا الشير سبان على D إذا محصور بين الصفر والواحد، هنا سوف نطبق إذا طريقة الكود الأمريكي اللي هي شير ترانسفر سترينث. إذا هذه هما الطريقتين وهذه هي الشروط لتطبيق كل طريقة. إذا ممكن احنا سوف نشرح طريقة الكود الأمريكي حيث يكون الـ A على D محصور بين الصفر والواحد. الطريقة الثانية ستارت أند تاي بيم ممكن تأتي الفرصة لنشرحها في حلقة أخرى، ولكن فقط ملخص هذه الطريقة أنه يعتبر أنه العمود على شكل جمالون، إذا يقسم العمود على شكل جمالون أو تراس، ثم يلاحظ الإجهادات في كل عنصر من عناصر التراس. إذا كل عنصر هنا يمثله على شكل أنه عنصر من عناصر التراس، ويحلل الإجهادات، إجهادات الشد وإجهادات الضغط، ويصمم بعدها التسليح والخرسانة على إجهادات الشد وإجهادات الضغط، بحيث أنه التسليح يقاوم إجهادات الشد والخرسانة تقاوم إجهادات الضغط. إذن ممكن سوف تأتي ممكن فرصة أخرى لنشرح هذه الطريقة. اليوم سوف نشرح طريقة الكود الأمريكي أو وهي طريقة الشير ترانسفر سترينج. إذن قبل بداية إذن الحسابات أولا نبدأ بفرض الأبعاد. إذن أول شيء نبدأ بفرض أبعاد الكوربلز. إذن المهندس سوف يبدأ بفرض أبعاد للكوربلز. إذن سوف نشرح إذن كيف نبدأ بفرض الأبعاد واحدة واحدة. إذن أولا عرض الكابولي أو عرض الكوربلز. عرض الكوربل B، إذن أولا يا إما إذا كان العمود هنا في هذه الجهة، إذا كان العمود إذن ممكن عرضه ممكن صغير، ممكن أن يتبع الكابولي عرض العمود، ولكن بعض الأحيان ممكن أن نلاحظ في صورة أخرى، في بعض الأحيان نحتاج الكوربل ولكن في عندما يكون قياس في الوجه الذي يكون فيه ديمنشن العمود كبير، هنا من الأفضل أنه الكوربل يتبع إذن عرض الكاميرا التي سوف تتوضع عليه. إذن من الأفضل أنه البيم التي ستتوضع على العمود، إذن العرض الكوربلز يكون بنفس عرض الكاميرا. إذن هذا أول ديمنشن. الديمنشن ممكن الثاني التي سوف نبدأ به فرض التصميم هي أولا البليت. إذن كيف نحصل على أبعاد البليت؟ إذن أحيانا نستعمل البليت حتى نضمن أن الشير سبان إذن فعلا هو مطبق على البعد، على بعد الذي نريده. إذن أحيانا نطبق إذن نضع الشير نضع بليت حتى نتأكد أن الشير سبان إذن يكون فعلا إذن مطبق في المكان الذي نريده. ممكن هنالك صورة. إذن كما نلاحظ هنا نستعمل البليت حتى نضمن أن هذه الكاميرا تكون
متوضعة على بليت، وبالتالي نضمن أن الشير سبان يكون فعلا الشير سبان يكون فعلا كما فرضناه نحن في الحسابات. إذا الآن كيف إذا نأخذ إذا أبعاد هذا البليت؟ هنا سنرجع أرضا أيضا إلى النظرية أو الكود الأمريكي الذي يقول أنه أن لا تتجاوز إذا الفاي في 0.85 من الإف سي برايم، أي اللي هو إجهاد الضغط للخرسانة. إذا أنا نبدأ بأول الـ LP اللي هو عرض البليت، يمكن أن نأخذه أيضا. أنا عندي عرض الكابولي للـ LP، يمكن أني أخذ ممكن سنتيمترين أو 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر إذا يمينا وشمالا، وبالتالي الـ LP سوف أفرضها مباشرة إذا من عرض الكابولي. تبقى لي الآن البعد الثاني وهو الـ WP. إذا البعد الثاني، إذا أنا قلت أنه الإجهاد، إذا أنا عندي لهنا فورس، إذا يتحول إلى إجهاد، إذا يجب أن الإجهاد هنا في تحت البليت أو في الخرسانة يجب أن لا يتجاوز الإجهاد الذي أوصى به الكود الأمريكي. وبالتالي معادلة بسيطة، إذا المعاليم أنا عندي الآن هي أولا أول دايمنشن اللي هو الـ LP للبليت، المعلوم الثاني اللي هو الـ Permissible Bearing Strength حسب ما أوصى به الكود الأمريكي، الفاكتورد شير لود اللي هو حسب الكاميرا التي تتوضع على الكابولي، اذا ما هي الفورس التي سوف تنقلها الى الكابولي. اذا انا عندي انه يجب ان لا يتجاوز ستريث الناتج عن شير فورس، ستريث الذي يسمح به الكود الامريكي، وبالتالي عندي معادله مباشره اطبقها انه البعد الثاني هذا للبليت راح يساوي لي الشير ستريس الناتج عن الكاميرا، اذا مقسوم على الشير المسموح به مضروب في البعد الثاني للعمود، وبالتالي اجد مباشره الدبليو بي. اذا الان عندي البي، عرفت كيف احصل على ابعاد البليت. الان الاتش او عمق الكوربل، عمق الكوربل الان نحن نعرف انه اذا الشير هنا ينتقل الى العمود، من الكابول الى العمود او من الكربل الى العمود، اذا عن طريق الشير فريكشن او الشير ترانسفير، كما نلاحظ هنا مثلا على الاوتوكاد. كما نلاحظ هنا عندي قص، قوه قص فيو، اذا راح تنتقلنا قوه القص هنا من الكربل الى العمود عن طريق اجهادات القص او الشير ترانسفير. يجب ان نضمن ان هذه المساحه التي تنقل هذه الاجهادات الشير ترانسفير هذه ان تكون كافيه حتى ينتقل هذا الحمل بامان. وبالتالي اذا انا الكود الامريكي قلنا ان الشير ترانسفير ستريت نوت اكسيد ذا سمولست اوف 0.2 اف سي برايم او 3.1 زائد 0.08 الاف سي برايم. اذا كل هذه المعادلات سوف نجدها اذا في الكود الامريكي. اذا هنا الشير ستريث تكون الاقل من هاتين القيمتين. اذا وبالتالي اطبق مباشره هاته اذا العلاقه، وبالتالي اجد البعد، وبالتالي استطيع ان اجد البعد h حتى يتحقق لي ان المساحه هذه تستطيع او تسمح بنقل هذا الشير الى العمود. مباشره هنا عندي الشير ترانسفير ستريث ليميت في ان هو 6 نيوتن على المليمتر المربع، وبالتالي عمق الكوربل راح يساوي لنا اذا اللي هو الشير فاكتور الشير لود، اذا مقسوم على الشير المسموح به في ان، الشير المسموح به مضروب في البعد الاول، اللي هو سي 3 كما نلاحظ، هو البعد الاول اللي وجدناه البي، فنجد اقل عمق للكابولي. إذا هذا العمق ممكن هو أقل عمق، إذا أنا يسمح لي أن أبدأ بعمق أكبر منه، مثلا أبدأ من 850 مليمتر إذا حتى أكون إذا في الأمان. إذا ممكن هذه هي الأبعاد الأولية التي أحصل عليها أولا قبل التصميم. إذا بعد الأبعاد الأولية أنطلق مباشرة في المعطيات اللي أبدأ بتصميم الكابولي. المعطى الأول كما دائما جرى العادة إذا اللي هي المواد، إذا عندنا الخرسانة الاف سي للكيوب كونكريت سترينث، السلندريك للاف سي برايم، اجهاد الخضوع للحديد، اذا الكوربل اذا ممكن ان ناخذه من الابعاد الاوليه، العمق الكوربل اتش، عمق الكوربل
إذا ممكن أنه من البعد الأولي راح نزيد عليه مباشرة، راح نضيف عليه مباشرة، ممكن نضيف له 10 أو 15 سنتيمتر أضيف إليه. الأوفر الإفكتيف ديبث دي اللي هو البعد من إذا هذه النقطة حتى إذا مركز الحديد. إذا الإيدج ديبث اللي هو الإيدج سي، الإيدج سي هو هذا العمق، هذا العمق للكوربل. إذا هذا العمق، إذا القطن الأمريكي أوصى أنه يكون أكبر من أو يساوي 0.5 من دي. إذا 0.5 من دي بعد أن إذا أجد الدي، إذا أستطيع أن أجد هذا العمق، العمق الثاني للكابولين. إذا الكوربل لينث الآن ال، الكوربل لينث الآن هذا هو الكوربل لينث الآن. إذا الآن إذا كيف أجد ال؟ إذا أنا عندي حسب القطن الأمريكي العلاقة التالية، أنه الـ A على D أقل من واحد. إذا A على D أقل من الواحد، الـ A هي الشير سبان. إذا وبالتالي D أنا الآن معروف عندي. إذا مثلا أفرض النسبة هنا، أفرض النسبة مثلا ما أستطيع أن أفرضها 0.5 أو 0.6. إذا حتى أبدأ بها. بعدها أفرض النسبة هذه، ممكن النسبة هذه 0.6 مضروب في D، إذا سوف أجد الشير سبان. بعد ان اجد الشير سبان، اذا ال سوف يكون اكبر ممكن من الشير سبان. هذه راح نفرضه ممكن زيد على الشير سبان ب 5 او 10 سنتيمتر. اذا هذه دائما فرض اوليه. اذا ال دائما اجد الاي او الشير سبان اولا، وبعدها افرض الكوربل لينث ال. بعدها عندي الفاكتور شير لود اللي هو معروف، اللي هو اللي يجي من الكاميرا، يجي من الكاميرا مباشرة، الفورس اللي يجي من الكاميرا معروف عندي. الفاكتور تنسايل لود القوة الجانبية، القوة الجانبية مثلا انه كما لاحظنا احنايا في حالة الهنجار، الهنجار نحن دائما في الهنجارات الصناعية عندنا الكرين، عندنا فوقها اللي تكون عندنا فوقها الهويس، الهويس هذا سوف يتحرك يمينا وشمالا، فاحيانا يسبب إذا قوة صدم، قوة صدم هي قوة الآن، هي قوة الآن لتمثل القوة الجانبية. الآن يقول لي إذا كانت ليست هنالك أي قوة جانبية، فأقل شيء أقل شيء أستعمل 0.2 من الفيو، من الفيو أو الفاكتور شيد لود. إذا أستعمل 0.2. إذا أنا الآن عندي الفيو، عندي الآن يو، الآن بقى لنا الألتيميت مومنت، الألتيميت مومنت. الآن حسب القطن الأمريكي قلنا أن المومنت الإم يو اللي هي ناتجة عن إذا الفيو مضروبة في الذراع، إذا زائد الإم يو مضروبة في هذا الذراع. إذا المومنت الإم يو هنا تساوي لنا الفيو مضروبة في الذراع اللي هو الشير سبان A، زائد الإم يو، الإم يو اللي هي قوة الجانبية مضروبة في الذراع هذا من مركز العمود حتى وجه الكوربل. إذا سنجدها أيضا مكتوبة هنا، الإم يو الألتيميت مومنت هي الفي يو مضروبة في الـ A أو شير سبان، زائد الإم يو مضروبة في الـ H ناقص D. الـ H ناقص D اللي هي المسافة من مركز التسليح حتى وجه الكابولي. إذا نجد الإم يو، نجد الام يو. الكويفيشن اوف ريكشن ايضا مباشره ماخوذ من الكود الامريكي، اذا هو 1.4 اذا كانت الكونكريت مونوليثيك. اذا هنا كل الانبوت داتا او كل معطيات اصبحت عندي معروفه، ما علي الان الا ان ابدا في اولا التحقيق. يجب ان اتحقق منه الاي على الدي اذا انها فعلا اقل من الواحد. إذا الإم يو على الفي كما قال الكود الأمريكي أنه أقل حاجة أجد، أقل شيء أنه تكون 0.2، حيث أنه الإم يو تكون إذا لم تكن عندي الإم يو، أقل شيء أبدأ به هي 0.2 من الفيو. إذا تحققت من هذه إذا المعطيات، الآن أبدأ بحساب التسليح. إذا حساب التسليح الآن، إذا حسب الكود الأمريكي سوف أبدأ أولا بحساب تسليح المقاوم لعزم الانحناء reinforcement، إذا for flexure، إذا الـ AF. إذا AF مباشرة عندي العلاقة، أو أرجع أيضا إلى حلقة إذا تصميم إذا الكاميرات على عزم الانحناء. الآن reinforcement for flexure، إذا الحديد المقاوم للانحناء، يقولنا أن الحديد المقاوم للانحناء يكون هو الماكس ما بين هاتين القيمتين. إذا راح نطبق العلاقة مباشرة هنا، سأجد إذا الحديد المقاوم للعزم. ثانيا الحديد reinforcement for normal force، إذا الحديد المقاوم للأحمال أيضا الجانبية الـ AN، اللي راح يساوي لنا مباشرة من هذه العلاقة راح يساوي لنا الماكسيموم من الـ NU مقسوم على الـ 5 في الـ F yielding،
او صفة نيم الفيو مقسوم على الفايف في الاف يلدين. اذا مباشرة اطبق هذه اذا العلاقة هنا ايضا اجد اذا الحديد للاحمال الجانبية. اخر شيء اللي هو الحديد فور شير فليكشن. الحديد فور شير فليكشن راح تكون عبارة عن اذا من العلاقة هنا الاي في اف، الاي في اف تساوي لنا مباشرة فيو مقسوم على الفايف في اليو في الاف يلدين. الفريكشن اليو هذه مباشرة من الكود الامريكي راح يعطينا القيم تاعها اذا كانت كونكريت بليسد مونوليثيكلي اذا 1.4. اذا وهكذا اذا هذه موجودة في الفقرة 11.47 اذا موجودة قيم الواي والشير فريكشن. اذا هذه موجودة في الكود الامريكي. اذا مباشرة نطبق العلاقة لاجد الاي اف في. بعد ان اجد هذه اذا القيم يقولنا انه نحسب البريمري فريمفورسمنت. الان سوف نحسب التسليح الرئيسي الذي سوف يقاوم لي عزم الانحناء و او القوى الجانبيه. اذا هذا الحديد اللي هو على شكل هذا الشكل، اذا هذا الحديد هو الذي سوف البريمري رينفورسمنت سوف يقاوم لي اذا عزم الانحناء زائد الاجهادات الجانبيه. مباشره اذا عندي الاي اس سي، الاي اس سي، الاي اس سي اللي راح اطبق مباشرة هذه العلاقة اللي هو الماكسيموم من اي اف زائد اي ان او 2 اي في اف على 3 زائد اي ان او 0.04 الاف سي برايم على الاف يلدين مضروب في البي في الدي. اذا مباشرة راح نطبق هذه اذا العلاقة اجد اذا الحديد الرئيسي لمقاومة العزوم والاجهادات الجانبية. ثاني شيء اذا الكلوزد ستيربس لمقاومة اذا الشير فريكشن راح تكون عبارة عن كانات. اذا هذه الكانات تكون هذه الكانات هي لمقاومة الشير. مقاومة الشير مباشرة عندي العلاقة تاع الكانات الـ AH. الـ AH تساوي لنا الـ ASC اللي هو وجدته هنا البرايمري ناقص الـ AN، AN اللي وجدته هنا مقسوم على 2. إذا مباشرة هذه العلاقات مأخوذة من الكود الأمريكي أجد الـ Stirrups. إذا بعد أن وجدت إذا الحديد اللازم لمقاومة المومنت والـ ASC اللي هو مقاومة المومنت والقوى الجانبية، وبعد أن وجدت ستيربس الآن يجب أن أجد إذا قضبان التسليح. إذا قضبان التسليح مثلا هنا أني أفرض أنا هنا الفايل الذي سوف أستعمله هذا التسليح الرئيسي أو سنسرح على التكلة. إذا كما نلاحظ هنا على برنامج تكلة عندي التسليح هنا باللون البنفسجي هو الذي سيقاوم لي العزم الانحناء زي القوى الجانبية. إذا قيمة حتى أجد أن هنا كم قضيب وكم قضيب سوف أستعمله، اول شيء سوف سوف افرض مثلا فاي اللي سوف استعمله مثلا انا هنا سوف استعمل فاي 18. كم من حديد سوف استعمل اذا كم من حديد فاي 18 استعمل حتى تكون مساحه التسليح اكبر من مساحه التسليح المطلوبه. اذا مثلا هنا اذا ناخذ اربعه، الأربعة المساحة هي 1000 وأنا المساحة المطلوبة هي 1200. إذا الرابعة من الفاي 18 غير كافية. لو نشوفوا خمسة هنا 1271 هنا 1232. إذا خمسة من الفاي 18 كافية لإذا تحقيق لتحقيق التسليح المناسب. إذا هذه هي الطريقة لإيجاد إذا التسليح. إذا هذا هو التسليح الرئيسي ل مقاومة عزم الانحناء. ثاني شيء للكائنات اللي هي موضحة هنا باللون الأزرق، الآن لمقاومة الشير سوف أبحث عن عدد الكائنات اللازمة لمقاومة الشير. إذا عندي أنا الآن الشير حتى أقاوم الشير عندي مساحة التسليح اللازمة اللي هي 487. الآن أيضا هنا أفرض قطر للكانة، أفرض قطر للكانة، علما أن الكانة الآن هنا هي تو ليجز، أي هنالك ساقين اللي راح يقاومون الشير. إذا في الحسابات سوف أستعمل مرتين التسليح، إذا الساق هذا والساق اللي من هنا، إذا الكانة الواحدة سوف تقاوم الشير بساقين. إذا هنا كما هنا تو ليجز أي ستقاوم لي بساقين. إذا مثلا أفرض أنه الكانة عشرة، إذا لو أستعمل كانة واحدة فاي 10، إذا سوف إذا كانة واحدة فاي 10 بساقين راح مساحة التسليح ستكون 157، إذا غير كافية. نضيف عدد الكانات مثلا 2 314 غير كافية، 3
لو استعمل ثلاث كانات، ثلاث كانات الآن 471 مزيت غير كافية، إذا أربع كانات، إذا اللي هي 628. إذا أنا سوف أستعمل أربعة كانات فاي 10، أربعة كانات فاي 10 حتى أستطيع أن أقاوم الشير. هناك فقط ملاحظة في الكود الأمريكي، يلزمني الكود الأمريكي أنه الكانات يجب أن تكون على الأقل موزعة على مسافة 2 على 3 من الدي. إذا 2 على 3 من العمق هذا الدي، تكون الكانات موزعة على هذا العمق. إذا ممكن، هذه هي التسليح الرئيسي، كيفية إيجاد التسليح الرئيسي. إذا الأبعاد الأولية التسليح الرئيسي، بقت لي الآن development length اللي هي المسافة التي يستمر فيها الحديد الرئيسي. هذا الحديد الرئيسي لنا هنالك مباشرة إذا علاقة من الكود الأمريكي، الحديد الرئيسي الـ LH، الـ A الـ LH هذا الـ LDH والـ LH مباشرة عندي معادلات من الكود الأمريكي، ممكن في الشابتر الخاص بالـ Development Length مباشرة سوف أطبقها لأجد إذا المسافة التي سوف يستمر بها هذا الحديد هنا. إذا إن شاء الله تكون الحلقة واضحة إن شاء الله. سوف أرفق أيضا إذا شيت الإكسل في الوصف. إذا إلى حلقة جديدة إن شاء الله. إذا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.